السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم عن الفنون الإسلامية، ونتعرف فيه على بعض الفنون الإسلامية، منها الزخارف والخط العربي. طبعا أيضا العمارة الإسلامية من الفنون الإسلامية، ودخل فيها الخط العربي مع الزخارف. وإحنا اليوم إن شاء الله هنعمل لوحة فنية باستخدام الحرف العربي مع الزخارف الهندسية الإسلامية. هنشوف مع بعض فيها ده. هنتعرف على الأدوات المستخدمة في هذا العمل أو هذه اللوحة الفنية. أول شيء الفرش بمقاسات مختلفة، صحن الألوان، طبعا نضع فيه الألوان، أيضا ألوان الجواش، هذه عندنا طبعا ورق كانسون واللوحة أو فلينة أو قطعة من الخشب اللي هنضع عليها التبت عليها هذه اللوحة. هنبدأ نثبت الأول اللوحة من 4 جوانب، لو عندك مشبك مش مشاكل، أو نثبتها بهذه الطريقة. لأن ألوان الجواش إذا جت على الورق بيخليه ينكمش شوية. فهنبدأ مع بعض. الأول هنحدد الرسمة اللي هعملها بالطول أو بالعرض. أنا هعملها بالطول، وأشوف الحرف اللي أنا هعمله، هختار شكل حرف معين من الحروف العربية وهبدأ ألونه. في طريقة قلنا عليها، تستخدم قلمين مع بعض لكي تكتب الحرف. ممكن تكتب بالفرشاة مباشرة، انا هستخدم القلم القلمين مع بعض بالطريقة هذه. هنبدأ نكتب حرف، مثلا حرف العين. هنا هنستخدم هنا بعض الزخارف. أنا مثلا الزخارف الإسلامية في منها زخارف هندسية وفي نباتية. أنا هستخدم الزخارف الهندسية في هذه اللوحة. بعمل هنا في الزاوية النجمة الإسلامية. النجمة دي عبارة عن مربع، مفروض أنا كأن المربع هنا والمربع الآخر بالطريقة هذه، معين بيكون شكل معين.
هدف مرحلة التلوين وهلون الأرضية في البداية. هنلون في التفاصيل شوية. هنا كل خط هنعمل جنب خط آخر، نحاول هنا نضع اللون الفاتح شوي على اللوحة
بحيث انه يظبط الاشكال شوية. وبكده نكون انتهينا من تلوين ورسم اللوحة الفنية من الفنون الإسلامية زي احنا شايفينها في زخارف هندسية مع كتابات عربية. إذا عجبكم الفيديو إن شاء الله لا تنسوا لايك وتعليق واشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.